صباح الخير جميعا، إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. يتوقع انقشاع الضباب بشكل تدريجي في المناطق التي يغطيها مثل مناطق السهول الشرقية وبالقرب من مطار الملكة علياء الدولي، ويكون الطقس نهار هذا اليوم مستقرا عموما في أغلب المناطق مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. درجات الحرارة اليوم ترتفع عما كانت عليه خلال اليومين الماضيين، لكن بالرغم من ذلك تبقى دون المعدلات، وبالتالي يبقى الطقس خريفيا مائلا للبرودة في العديد من المناطق، في حين يمكن القول بأن الطقس يكون خريفيا معتدلا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تسجل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان نهار هذا اليوم 18 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئيا ونسب رطوبة نوعا ما مرتفعة في العديد من المناطق، وبالتالي نشعر بأن الطقس نوعا ما سيبقى رطبا. نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى الليلة القادمة، تكون كالتالي: في إربد 21 إلى 12، في جرش من 21 إلى 13، وفي المفرق من 19 إلى 10 درجات مئوية، في حين تكون في عجلون من 19 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة أيضا يتوقع أن تشهد ذات الأمر، درجات حارة تكون بشكل عام مرتفعة وتسجل كالتالي، عفوا إلى هذا الخلل الفني: في عمان من 18 إلى 11، في السلط من 19 إلى 14، في مادبة من 20 إلى 10، أما في البحر الميت فترتفع العظمى إلى 25 درجة مئوية، وبذلك نقول أن الطقس ربيعي معتدل، تكون الصغرى 16 درجة مئوية، وتكون في الزرقاء من 20 إلى 11 درجة مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة تكون في الكرك من 18 إلى 9، في الطفيلة من 16 إلى 12، في معان ترتفع العظمى اليوم إلى 18 درجة مئوية، لكن لاحظوا الصغرى الليلة القادمة 8 درجات مئوية، في جبال الشراء من 16 إلى 11، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى اليوم إلى 28 درجة مئوية والأجواء خريفية معتدلة، في حين تكون الصغرى 18 درجة مئوية. أما مناطق البادية الشرقية فتكون في أرويشد من 19 إلى 8 درجات مئوية، في الصفاوي من 21 إلى 9، أما في الأزرق فترتفع العظمى اليوم إلى 22 درجة مئوية، وتكون الصغرى في ساعات الليل حوالي 10 درجات، وبالتالي الطقس يكون بارد في ساعات الليل. أتمنى لكم نهارا سعيدا أينما كنتم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.